السينما المغربية لالا فاطمة والشاي كانت لها تصاريح كما كنقولوا قاصحة. قال لك قاصح احسن من كذاب، نبقاو في المجاملات والكذوب. لا صراحة صراحة ربما ما يتفقوش معايا بعض الناس، ولكن حنا تتصدمنا السينما ديالنا. اشنو اللي استفز فاطمة والشاي وخلاها ربما تخرج على الصمت ديالها وتعطيها تصريحات؟ هو ما استفزنيش انا بوحدي كفنانه، هو استفز واحد عدد كبير ديال المغاربه. لان بعد كنولوا كنشوفوا حنا افلام اللي فيها مضمون هش ومشاهد خليعه ومشاهد فيها الاباحيه، وما عندنا ما عندهاش شي قيمه فنيه غادي يستفزك. هذا فيلم الا دخلتي له غيستفزك. كاين راي اللي كيقول لك لاله فاطمه بلي السينما واحد البلاصه اللي هي بريفي، مثلا ما تنجيبش لك واحد المنتوج وكندخلوا لك تلقى دارك. لا ما كتختار تمشي تتفرج. لا اتفق على ذلك. علاش؟ انا نقول لك ببساطه، بريفي شنو فين كاينه؟ فين كاينه السينما؟ كاينه في المغرب ياسر. كاينه في المغرب، دونك انا ملي كدير لي فيلم مغربي مغربي فيه شويه ديال البساله وخالي ما كون عا كان فيه شي ابداع، شي ذاك المشهد لو كان كيتوظف في بلاصتو ولا غادي يعالج لنا واحد القضيه من القضايا الانسانيه يمر، يعني يقدر نهضموه، ولكن هو غير زايد غير حجو. واش غادي تستمر فاطمه والشاي في مهاجمه صناع الانواع؟ انا ملي كتهاجمني انت بالابداع ديالك ما تسمي ابداع، تهاجم المغاربه، تهاجمني انت بواحد النوع ديال الفن اللي بغيتي تدخلوا لي انا لدماغي، وتجردني من القيم ديالي وتجردني من الاخلاق ديالي، وتقول لي هذاك الشيء راه شي حاجه اللي هي تفتح وحريه وكذا وكذا، راه طبيعي انا غادي الا استفزيتيني غادي ندوي غنتكلم. انا ما كانش عندي شي واحد الشجاعه انه يتكلم، شغلو هذاك. انا اكره هذه الاشياء، ما كان. اذا فاطمه انت ماشي مع حريه التعبير، ماشي مع تعدد الرؤى؟ لا انا مع حريه التعبير، انا كنقول لك دائما هي مقيده بالقانون. اذا كانت حريه التعبير وحريه الابداع خصنا نجرؤوا بالحريه ديالنا على ما هو اقوى، ليس ما هو هش وصغير ونستهدفوا فيه. شكرا. نستهدفوا فيه واحد الشريحه اجتماعيه اللي هي مستضعفه ومغلوبه على امرها. ما نتجرؤوا على الحقيقه. لا فاطمه هذا رايك واكيد كنحترموه وكنشكروك على صراحتك. وتجردني من القيم ديالي وتجردني من الاخلاق ديالي، وتقول لي هذاك الشيء راه شي حاجه اللي هي تفتح وحريه وكذا وكذا، راه طبيعي انا غادي الا استفزيتيني غادي ندوي غنتكلم. انا ما كانش عندي شي واحد الشجاعه انه يتكلم، شغلو هذاك. انا اكره هذه الاشياء، ما كان. اذا فاطمه انت ماشي مع حريه التعبير، ماشي مع تعدد الرؤى؟ لا انا مع حريه التعبير. انا شاهد لو كان كيتوظف في بلاصتو ولا غادي يعالج لنا واحد القضيه من القضايا الانسانيه يمر، يعني يقدر نهضموه، ولكن هو غير زايد غير حجو. واش غادي تستمر فاطمه والشاي في مهاجمه صناع الانواع؟ انا ملي كتهاجمني انت بالابداع ديالك ما تسمي ابداع، تهاجم المغاربه، تهاجمني انت بواحد النوع ديال الفن اللي بغيتي تدخلوا لي انا لدماغي. تصريحات. هو ما استفزنيش انا بوحدي كفنانه، هو استفز واحد عدد كبير ديال المغاربه. لان بعد كنولوا كنشوفوا حنا افلام اللي فيها مضمون هش ومشاهد خليعه ومشاهد فيها الاباحيه، وما عندنا ما عندهاش شي قيمه فنيه غادي يستفزك. هذا فيلم الا دخلتي له غيستفزك. كاين راي اللي السينما المغربيه لالا فاطمه والشاي كانت لها تصاريح كما كنقولوا قاصحه. قال لك قاصح احسن من كذاب، نبقاو في المجاملات والكذوب. لا صراحة صراحة ربما ما يتفقوش معايا بعض الناس، ولكن حنا تتصدمنا السينما ديالنا. اشنو اللي استفز فاطمة والشاي وخلاها ربما تخرج على الصمت ديالها وتعطيها كيقول لك لالا فاطمة بلي السينما واحد البلاصة اللي هي بريفي، مثلا ما تنجيبش لك واحد المنتوج وكندخلوا لك تلقى دارك؟ لا ما كتختار تمشي تتفرج. لا اتفق على ذلك. علاش؟ انا نقول لك ببساطة، بريفي شنو فين كاينه؟ فين كاينه السينما؟ كاينه في المغرب ياسر. كاينه في المغرب، دونك انا ملي كدير لي فيلم مغربي مغربي فيه شويه ديال البساله وخالي ما كون عا كان فيه شي ابداع، شي ذاك المشهد